على الاقل يلقاها بعدا في مزيان. اللي هضرت لنا على الاولاد شحال من ولد عندك؟ عندي ثلاثه الوليدات، اميره وعمر ومعاد. توحشتيهم بزاف بزاف. كاين كونتاكت، كاين باقيين كنهضروا مع بعضياتنا في واتساب، متوحشتهم بزاف. عندك اسمح لي من باب مرحبا. الفضول مرحبا. واش من مراه واحده؟ لا ماشي من مراه واحده. لا اميره مع اسبانيه سميتها انا ماريا بيريز دياس، وعمر مع ارجنتينيه سميتها كارين ميسا هيدالغو. جربتي كل شيء صحيح. ومع مغربيه معاد سميتها مريم. معاد كاين معك؟ لا حتى هو ما كاين. لا فيها خير. لا كلهم مع ماماتهم. واخا فيها خير، فيها خير، خير وفيما اختار الله. وهذه هي المعاناه اخي، الله يسمح لي منهم. اميره تزادت في واحد الوضع اللي انا كنت باقي مخربق وكنت باقي بزناز، واخا وما عشتش معها بزاف، لانه واخا خلقت وانا يا باقي في السيفيل ما كنتش كنعيش معها. خلقت في 2006 وانا تشديت في 2008، يعني عامين. ولكن كما قلت لي قبيل ما كنتش عايش معها تقريبا، انا ديما خارج. عام لا دار في سميتها الحمد لله. ضروري انا شريت ليها دار سميتها، كانت باقا ديك الساعه البسيطه، باقي ما دخلش الاورو صاحبي. المهم كاينه شي حاجه كتدل على الحب والابوه والتفكير. لا وماشي هذا ماشي دليل على انني كنحب، راه هي المساله اللي قلت لك في الاول. حنا كيقول لك باك واكل شارب ناعس. لا ها هي كاع عندها الدار، ولكن ما شبعتش بالحنان ديال باها صاحبي، فهمتي؟ ولكن انت عندك امل ان شاء الله عاد تجلس معها. ما بقى قد ما فات كما كنقولوا حنايا في المعاملات. انايا ثاني على 10 سنين الا رجعت دابا ندخل الحبس، كنتسنى 2026 وطلقوا لي يرجعوا ان شاء الله ورجع نشوف ولادي. واخا باش نذكر المشاهدين بهذه النقطه، انت دابا حاليا دخلتي للحبس ودوزتي 8 سنين. دوزت 8 سنين في اسبانيا ومحكوم ب 18. محكوم 18 سنه، 6 سنين ونهار و6 سنين ونهار و6 سنين ونهار. الله يفرج عليك اخي. اللهم امين. ربي كبير ورحمته واسعه. لا داز الحمد لله، دازت واحد 8 سنين ديال لا سوفرونس بالمزيان كاع ديال المعاناه. كيفاش خلاوك تخرج وتجي للمغرب؟ انا اللي طلبتها. فاش كتكون عندك واحد المده معينه محكوم، مثلا نعطيك الكا ديالي انايا، انا محكوم 18 سنه، انا محكوم بثلاثه الكوندينات، ثلاثه الاحكام، يعني 6 سنين ونهار و6 سنين ونهار و6 سنين ونهار. في اوروبا عندهم واحد اللعبه سميتها تريبلا لا مايور، كيشدوا لك ثلاثه الاحكام وكيعزلوا لك الكبيره فيهم وكيخليوها لك. انا ما لقاوش ليا الكبيره في ثلاثه الاحكام وكلهم بحال، يعني كان خاصني نتجاوز هذيك 6 سنين، نتجاوزها بواحد العامين. ضربتي 8 سنين. وطلبت الترحيل للمغرب، ولكن الترحيل للمغرب لواحد المده معينه، اللي المده ديال 10 سنين من ما نحطش رجلي في الاتحاد الاوروبي. نقدر نمشي، راه نمشي، راه تصيفط ليا وحده من الوحدات كونترا، ولا تصيفط ليا التجمع عائلي، ولا تصيفط ليا انفيتاسيون ونمشي. ولكن الكونترول الاول غادي يشدوني البوليس يقولوا لي شنو سميتك، ويعرفوني بانني انا هو غزواني احمد. هاد 10 سنين هذه اللي دوزت منها دابا 6 سنين غتمشي ليا هباء منثورا، غادي نولي ضارب 10 سنين كامله. واخا اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.